الصحف الاقتصادية الأسبوعية تمت بجملة من المواضيع، من بينها على الخصوص مكافحة التهريب وأجل الأداء والفلاحة والتكيف مع التغييرات المناخية. وخصصت تشالنج ملف الأسبوع لآثار مكافحة التهريب، مشيرة إلى أن التهريب له انعكاسات متعددة، في مقدمتها خسائر ضريبية كبيرة وكذا الأضرار الكثيرة التي تلحق بالمقاولات. وأوضح صاحب المقال إلى أن نجاح مكافحة التهريب له آثار إيجابية على الإيرادات الجمركية. وفي موضوع آخر، تم تشالنج بآجال الأداء، مذكرة أن تحسن هذه الآجال ما فتئ يحرز تقدما منذ اعتماد المرسوم المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالصفقات العمومية. وتحت عنوان القروض الصغرى نشاط يتعافى، أبرزت لافي إيكو استئناف توزيع القروض لكن بوثيرة أبطأ مما كان عليه الحال قبل الأزمة. وعلى صعيد آخر، سلطت الأسبوعية الضوء على قطاع التكنولوجيا الفلاحية، معتبرة أن التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري يتطلب تحسينا جينيا. وقالت أن شعار فلاحة المستقبل هو التكيف مع التغييرات المناخية، خصوصا في ظل تزايد ندرة هطول الأمطار وطول فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم. ومن جهة أخرى، تمت أسبوعية لوتون بالإحصاء السكاني، موضحة أنه على خلاف الإحصاءات السابقة، فإن الإحصاء الجديد المزمع إجراؤه عام 2024 يأتي في مرحلة الرقمنة. وأضافت أن المندوبية السامية للتخطيط تستعد بالفعل إحداث منصة رقمية متكاملة لجمع المعطيات الإحصائية من المواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، تطرقت الأسبوعية لافتتاح مجموعة أولاند جروب مؤخرا بالدار البيضاء لأربعة خطوط جديدة مخصصة لإنتاج الجبن المذاب. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور اعتبر أن هذا المشروع يتوافق تماما مع الأهداف التي حددتها الحكومة، والرامية إلى تعزيز وتنشيط قطاع الحليب لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصدير.